نور الدين البحيري. نمشيو إلى ملف النشط السياسي المستقل والقيادي الأسبق في حركة النهضة سيد عبد الحميد الجلاصي، ما هي تطورات قضيته؟ اليوم حضرنا معاه، طلعنا على الملف، حكينا معاه، ما تم استماع لأنه السماع تم قبل حتى ما يجيوا المحامين. كل ردوده على الأسئلة التي وجهت إليه كانت جمل من كلمتين: التزم الصمت. ما جاوب على حتى شيء معناته، ما جاوب على حتى سؤال، علما بأنه الحكاية كلها تدور حول أنا. ما كنت غلط البارح قبل حتى ما نطلع على الملف، كي قلت أنه الملف هذا اللي ما سمي ب وفاق الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتبديل هيئة الدولة، قلت أنه سيكتشف الجمع ويكتشف الجميع والمواطنون والمواطنات أن الأمر يتعلق بملف القهوة، مش احتكار القهوة، لا لا، ملف القهوة، شرب قهوة، احتساء قهوة، يرحم وليك اللي يشرب قهوة مع بعضهم، شكون اللي يشرب قهوة مع خيام تركي، شكون اللي ضبط متلبسا بمسك فونداج، اللي شدوهم قداش القهوة عندهم من كارت فيزيت. والله أنا في تقديري مضيعة لوقت القضاة ومضيعة لوقت المحامين ومضيعة حتى الوقت يريدكم الإعلاميين أن نحكيه على قضايا كما كي. هو مدة الاحتفاظ بخمسة أيام الأولى في القضايا متاع سيد عبد الحميد الجلاصي تنتهي غدا، تنتهي غدا، هو الأصل ما ثم حتى مبرر لتجديدها، لأنه ما ثم حتى مبرر محجوزات، واحد حزين عنده تليفون، والاخر حزين عنده ورديناتور نتاعه، والاخر نتاع زوجته. لذلك يعني ما، لان علما بانه عمليات الحج ما يلزمش تكون لتكوين قضايا، لازم تكون ادله في قضايا موجوده، ولكن نحن شفنا الناس قاعده تشهد من غير حتى مبرر، سواء انها باش تقدم قربان سياسي للوضع الحالي. يلزم الناس نقدموا لهم حاجه تفسر علاش ثم غلاء في الأسعار، ثم غلاء في الأسعار، أنا خاطر ثم ناس معارضين يحكيوا على الغلاء في الأسعار. منطق، تعرف إيه هالمنطق؟ الموضوع اللي نتحدث فيه معناتها اليوم موضوع، هل أنه التهمة أصبحت واضحة بالنسبة لسيد عبد الحميد الجلاصي هي نفسها اللي تم معناتها من الأول اللي سمعناها حسب المصادر، يعني هذيك هي التهمة اللي ثبتت هي نفسها؟ المصادر المطلعة اللي هي ما عندهاش الملف وما تنبش في الملف، واللي هي تعرف نوعية التهم تأمر الأمن الدولة قبل ما يطلعوا عليه المحامين، هذوما الناس المقربين من السلطة والنابطين شبه الرسميين نتاع وزارة العدل، مطلعين على الملفات وعلى الفصول الإحالة، نصوص الإحالة قبل ما نعرفوها نحن المحامين. هي نفس التهمة في معناتها هما مصادر مطلعة وعندها المعلومات مطلعة جدا. لا هم يزيدوا في الحقيقة، معناها يقولوا الحقيقة بنسبة 5-6-7%، ولكن اللي قالوا هالقضية دي هو في 5% هذه. واضح. سؤال أخير بالنسبة لسيد عبد الحميد الجلاصي، زوجته كانت خرجت وتحدثت قالت مريض ولم يتم تمكينه من دوائه، تحصل على دوائه أخيرا سيد نور سيد سمير ديلو؟ الحد علمي صباح لا، فقط خذاء أدباشه لمصباح مكنوهم أن غير أدباشه فقط، ولكن ما عنديش علم أنه ما زال في الإيقاف، هو ما زال في الاحتفال في سكنة وشوشه. واضح. شكرا يفضلك أستاذ سمير ديلو، يعطيك الصحة. شكرا لك، يعطيك الصحة على جملة التوضيحات اللي قدمتها.